عودة لاستئناف فلسفة الاجتذاب للداخل، هنتناول العناصر واحد تلو الآخر. أولى هذه العناصر في هذه الدورة هو قوائم الاتصال، وقوائم الاتصال مقصود بها أسماء المرشحين لأن يكونوا يعني عملاء في المستقبل. وهو قوائم الاتصال ليست أسماء فقط، هي أسماء و يعني معاها إيميلات، يعني الأشخاص معاهم إيميلاتهم، لأنه طبعا واحد من أهم التسويق مكونات التسويق الرقمي هي التسويق الرقمي باستخدام البريد الإلكتروني. وتعرف قائمة الاتصال بأنها القائمة التي تضم أي شخص ترغب الشركة بأن تسوق له، تبيع له، تعمل شراكة معه أو تندمج معه في عمل يعني متبادل، فيه منفعة متبادلة، أو يعني فيما بعد إذا شاء الشركة رأت إنه تستخدمه ممكن تستخدمه، يعني شخص تقيم معه علاقة ذات منفعة متبادلة يعني. وعوائم الاتصال مهمة جدا جدا، لأنها هي تعتبر المادة الخامة اللي هي أنت بتعمل من خلال شغلك يعني، ودي الناس عملائك المستقبليين يعني. وأهم حاجة في عوائم الاتصال إنك تكون عندك قاعدة بيانات الديتا. الديتا دي طبعا خام، لكن لما تنظمها وتقسمها تقسيمات حسب الجنس، حسب العمر، حسب الاهتمامات، حسب التعليم، ده كلها تقسيمات، حسب الاحتياجات، حسب الاهتمامات، بتكون انت نقلتها من مجرد قاعدة بيانات خامة إلى معلومات مفيدة يعني. والخطوة المهمة إنك أنت بعد ما تقسمهم تكون عندك قدرة إنه تتواصل معهم، ترسل لهم معلومات مفيدة، محتوى مفيد عنده صلة بشيلهم يعني يرغبون في الحصول عليه. وشكرا جزيلا.